انتهت منذ قليل مباراة وادي دجلة وسموحة، حقيقي مباراة مثيرة. أنا سميتها مباراة الركلات الثابتة، لأن أول هدفين في اللقاء سواء من هنا أو من هنا كانوا عن طريق ركلات ثابتة جميلة جدا نموذجية دخلوا في المرمى. اللقاء ملخصه كده سريعا إن في أول 4 دقايق باغت وادي دجلة سموحة بإحراز هدف من ركلة ثابتة جميلة جدا استغرب فيها الهاني سليمان حارس مرمى سموحة وحسام حسن، واحنا كمان استغربنا، بس احنا دايما متعودين ان لما وادي دجلة بيجيب جوان دايما بيخسر، وفعلا هي دي اداؤه لغاية اما استطاع اللاعب وانجا رونالد وانجا انه هو يدخل هدف التعادل. رد سريع جدا في الدقيقة 17 فضلت تمت المباراة، هجمة هنا هجمة هنا، فرص محققة بتضيع بسهولة من وادي دجلة. تمام، خلص الشوط الاول بالاهداف دي. جه الشوط الثاني ابتدى وادي دجله يفوق شويه، عايز يعوض لان هو في مركز متاخر جدا في قاع الدوري تقريبا. تغافل حكم اللقاء عن ركله جزاء صحيحه لوادي دجله في الدقيقه حوالي ممكن 60 ولا حاجه. ابتدت المباراة تسير تسير تسير، هجمات من وادي دجلة راحت كتير، لكن في الدقيقة 70 استطاع كابو ان هو يحرز هدف الفوز لوادي دجلة، لكن سرعان ما رد فريق سموحة بهدف الدقيقة 74 للاعب الكبير جدا كوفي، استطاع ان يعادل النتيجة بعد اعتراضات حسام حسن على هدف وادي دجلة التاني، وتنتهي المباراة 2-2 طبعا لا قدمت ولا أخرت للفريقين.